كيف كانت علاقتك مع فوزي بزاف؟ احترام كبير، احترام كبير، برغم اول مره باش نخدم معاه من اول نهار مامياليس حطني في 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 حوايج اللي بالحق نجم اني نكون معناتها لاسيستون اللي يعاون اللي يعطي كلمته اللي يخدم على روحه. سي فري في التيران مانيش اني نخدم التيران، العكس من اللي كان مع مسيو لومير اللي اني ناخذ كل شيء توسكي. قلقك هذا؟ بس اكيد يقلق انهم دو تيران، ماذا به هو يكون في تيران، فهمتني؟ اما سي فوزي مستانس، هو اللي يخدم وليزاسيسون تاعو يسهلوا له المهمه، هذا اللي صار. اما بالحق ما فماش حتى اي اشكاليه، سي فوزي ما عنديش برشا ملي شفته. باش نقول لك حاجه وقول انت صحيح ولا غلط، وكي سمعت بها يقال انك حذفت بعض الملاعبيه على فوزي بن زفتي. شنو عملت؟ حذفت بعض الملاعبيه. مستحيل. هاني تو هاني خرجت. سمعت كلام من النوع هذا؟ سمعت. سمعت وجاوبت. وبالحق ما نجمش نجاوب اكثر من مش صحيح، وهاكم الملاعبيه موجودين وتنجموا تتصلوا بالملاعبيه، وملاعبيه النجم الذي ساحلي موجوده توا قبلي اني وبعدي وقبل سي فوزي وبعد سي فوزي. واذا كان اني نحكي على المصداقيه ونحكي مع الرجله والثقه مع ملاعبيتي، ما نجمش اني نجي نهار ونقول للملاعبي اعمل هذا ولا هذا، مستحيل. اني نجاحي اني كيف جيت اسيستون، خدمت مع مسيو لومير اسيستون، كونتراتو داسيستون مع مسيو فوزي. كيفاش اني نحرض ملاعبي باش يسابوتي لو برومي اونترونور اللي نتيج ونجاح، نجاحه هو بنجاحي اني بنجاح المجموعه، استحاله. وقت اللي خذيت المجموعه ما كنتش نهار نحط ولا نحضر ولا نبني ولا نخمم باش ناخذ برومي اونترونور، باش تبدا مره واضحه. اذا كان باش نكمل شكون باش نكمل؟ اذا كان باش نحرض ملاعبي علاش كون باش نحرضهم؟